هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. مساء الورد مشاهدينا، الليلة في برنامج مع الناس غادي نعيشوا حكاية ديال سيدة اللي جات طرقات أبواب البرنامج تشتكي الزوج ديالها، جات تقول لنا أن الزوج ديالها ما بغاش يقيد لها ولدها في الحالة المدنية، لكن وهي تتحكي لنا في القصة ديالها فكنكتشفوا قصص جانبية اللي لا تقل أهمية على الموضوع الأساسي اللي جات على ولده. فعلا هي خصها معلومات باش تعرف شنو هي المسطرة اللي ممكن تتبعها باش تضمن الحق ديال ولدها، ولكن هناك أشياء أخرى اللي كانت يعني مسكوت عليها وحكات علينا هكذا بعفوية وتخصنا نوقفوا عليها بحال مسألة الفقر. في المجتمع ديالنا دائما تنقولوا انه ما كاينش واحد كيموت بالجوع، لكن كاينين الناس بحال هاد السيده هذه اللي ما تلقاوش لقمه تسد الرمق ديالهم. المشكل هو ماشي فقط مشكل ماديات او امكانيات، بل كذلك مشكل عقليات، لان الزوج ديالها اللي ما عندوش الامكانيات باش يقوم بالمسؤوليه ديالو تيمنع الزوجه ديالو اللي في كامل القوى الجسديه ديالها من انها تخرج تشتغل وتعاونوا على الزمان. حكايه الليله مشاهدينا ماشي للفرجه إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة هذه صور مشاهدينا لمعاناة يعيشها عدد كبير من النساء بسبب خلافات ونزاعات هكذا مع الأزواج ديالهم. خاصة اليوم غادي نتكلموا على الأزواج اللي كيتماطلوا في الاعتراف بالأبناء ديالهم اللي تيكونوا نتيجة زواج شرعي. هذه حكاية مريم اللي جات تحكيها لنا بنفسها هنا في برنامج مع الناس. مساء الخير مريم. مساء الخير خصوصي. مرحبا بك. ربي يخليك، شكرا. مريم جيتي تحكي لنا القصة ديالك والمعاناة ديالك هكذا مع هذا الزوج اللي ما بغاش يعترف لك بوليداتك. حنا باش نطرقوا لهذا الموضوع هذا حتى من الجانب القانوني ونفهموا مجموعه ديال الاشياء اللي ربما كيغفلوا عليها الناس. حكايتك بغيتي تحكي لنا بوجه مكشوف مريم ولا لا؟ ما كرهتش، ولكن المجتمع ديالنا غيبقى يشوف فيا نظره خايبه. قصة باقا ما سالاتش. باقا ما سالاتش. نعم. مازالها طويله. مريم نبداو باول نقطه، عرفينا بنفسك شكون هي مريم؟ احكي لنا كيفاش كانت مريم عايشه يعني قبل ما تدخلي في هذا المشكل هذا؟ كنت كنقرا حتى وصلت للكاتريام صافي خرجت. عايشه مع الاسره ديالك؟ مع الاسره ديالي. شحال عندك ديال الخوت؟ عندي ربعه الاولاد واخت وحده. كنت كنقرا في هكا، خرجت من المدرسه خدمت، دازت المده في حالك هيا. فين خدمتي؟ خدمت في شركه ديال الخياطه. نعم. اودي اودي ونوضي مع الخمسه ونص ديال الصباح، وجدي ما تحنجري وفطري عاد باش يبدا العذاب ديال الطوبيس. سبح الله رب تلقاني عند البلاكه من تما وهو يخبط حتى للسبعه ونص، انزل نبدا على الجري، جريه ما تجري، جريه ما تجري، جريه ما تجري، ما تجي فين تكون التمنية حتى نكون دخلت ولبست الطابلية وجلست فوق الماكينه. الصداع اللي خلاه لك الطوبيس تكملوا لك الماكينه. طر طر لوح، طر طر لوح، طر طر لوح، نهار وما طال وهي تزنزل لي حدا راسي. والله الا عييت انا كده تعرف وحدك. ياك ما ياك ما كاين باس، عرفتي كنت فكر هذاك الفياق مع الخمسة ونص ديال الصباح والنهار كله وانا نخبط وما نرجع للدار حتى للسبعة ونص ديال العشيه كتشدني الشعره. شدك الشعره ولا ما شداتك نهار الاول كنت مضاربه انا وياك على قرايتك باش انت تكوني بحال قرانك شاده السيلو وجالسه في البيرو؟ وراني قريت، اش درت بها حتى انت؟ قولي اسمع، قريت وقول شدات لا ليسونس ومالك؟ يا قريت ووصلت حتى الكاتريام. كاتريام؟ وقولي محاربة الأمية، ياك كتعرفي تكتبي على سميتك؟
أمي أمي الله يهديك، واش أنا ما حيلتي للتبارة ديال المعمل وكلها ينهزر فيك من جيه وكلها شي يقول لك ولا لهذا القرطاس ديالك؟ أقولي لي هالهبيلة، راني أمك بغالك على الخير. أنا كون عليا كون شتك أستاذة ولا محامية، واش أنا كون عليا كون تكمشت من ناقص من هاد الخدمة كاع. ولاش بنتي على المشماش اللي طابو محلاش؟ واش عباد الله 6000 ريال 6000 ريال في السيمانة اش غدير ليا؟ أقولي لي أنت اش غدير ليا؟ نعطيك منها تشري بها بورطابل، نشري الحوايج، اش غندير؟ أقولي لي أنت كي ندير؟ أنت وصلتي على هضرتي، كنت أنتي قريتي بحال لالياتك كوراكي شادة البلاصة مخيرة. أوف أنا راني عييت عييت من الهضرة. أوف ويلي على هاد الجيل، ويلي على هاد الجيل، ما فهمتش كننصحوهم كيعجبهم حال، ولينا حنا والديهم عديان عندهم. دازت المدة في حلقية تعرفت مع واحد السيد عن طريق التليفون عن طريق الفيسبوك. كيفاش عن طريق التليفون؟ عن طريق الفيسبوك. تعرفتو في الانترنت؟ عن طريق الانترنت. خديتي التليفون ديالو، خدا التليفون ديالك وبديتو كتهضروا. بقينا كنهضروا هكذاك لمدة عام. عام انتما كتهضروا مع بعضكم؟ حنا كنهضروا مع بعضياتنا. هاد السيد هذا قريب ليك في نفس المدينة اللي انت فيها؟ لا انا هي في الدار البيضاء وهو في جديدة. انتي ما خداماش غدا؟ لا خدامه خدامه. علاش؟ كيفاش علاش؟ وهاد 12 تاع الليل عباد الله وانتي باقاش شاده لي داك المشقوف؟ امي شتي هاد المشقوف؟ هاد المشقوف راه هو اللي خالق في بنتك السعاده والفرحه. طايره امي، طايره وطايره في قرن. واش غتنعسي ولا لا؟ ماما محشومة عليك، داكشي كله اللي بنيته ريبتيه. لا 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 الدريه طار ليها الفريخ. والاولى ماما الفاش قولي لي يا ماما، والثانيه صيرت تبني وانا ما فراسي ما يتعاود. ماما محشومة عليك، حشومة عليك والله تحشومة عليك. الله يعطيك الغمه. قالت لك ماما لا 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 الدريه رجليها خرجوا للشوارع. حشومة عليك حشومة عليك ماما والله تحشومة عليك. وخمدي لها بغات تخمدي يا بنتي قال البورتابل. صافي شتي هذا البورتابل هذا ها هو طفيته احنا سالينا كاع. والمسخوطة والمعسيرة ما عادش تقدي تفيقي في الصباح بكري. الاطفال ولادنا في هذا الوقت هذا ديال العولمه، وقت ديال التكنولوجيا، منين ما كيكونش واحد الحوار في العائله، منين ما كيكونش واحد الاشباع عاطفي في العائله، منين ما كيكونش واحد التواصل في العائله، الطفل الشاب او الشابه كيمشي يقلب على هذا الرابط ولا على هذا البديل في عالم افتراضي اللي هو عالم الفيسبوك، عالم موقع من مواقع الاتصال الاجتماعي اللي هو موقع مجاني بلا رقابة بلا حدود. عنده إيجابيات وعنده سلبيات. من الإيجابيات ديالو أننا كنفتحوا العالم، أننا كنقربوا المعلومة، كنتقربوا العالم، هو طريقة الاكتشاف للاطلاع على ثقافات أخرى واللائحة طويلة. ولكن من بين السلبيات ديالو أننا كيمكن لنا نتعامل مع أناس كنكونوا إحنا الفريسة ديالهم. حنا ما كيكونش عندنا واحد الإشباع عاطفي، ما كيكونش عندنا واحد الحب، واحد الاحتضان من طرف العائلة ديالنا، واحد الاحتياج ما كيكونش ملبى في العائلة ديالنا كنمشيو كنقلبوا عليه في هذا العالم الافتراضي. جا عندك هو الدار البيضاء؟ جا الدار البيضاء، خطبني، درنا العرس، تزوجنا في حال هكايا، مشيت عندهم الدار. انت حكيتي لي هكذا بسرعة، أنا بغيت نعرف التفاصيل، يعني كيفاش جا عندك المرة الأولى، كيفاش تلاقيتو؟ احكي لينا يعني هادشي باش يعرفوا الناس هاد اللقاءات هكذا اللي كتجي من مورا. المره الاولى في حاله كاين مشيت انا، كنا يعني في دارنا كنا مشينا الجديده تما، عندنا الناس من عائلتنا تما، تلاقيت معاه في حاله كايا. صافي تفاهمنا. مشيتي الجديده تلاقيتي معاه؟ تلاقيت معاه تفاهمنا في حاله كايا، قال لي راه غنجي لداركم غنخطبك وكل شيء. قلت لي صافي. من نهار الاول يعني هذه هي الهضره اللي كانت من نهار الاول سيدنا معقول من الاول، حتى من الهضره ديالنا من التليفون كان كيقول لي بانني ناول معقول. وديتك البحر دزنا القهوه ودابا جبتك لهاد الطبيعه. والله الا هاد المدينه غزاله الصراحه. انت هي الغزال مريم، انت احلى بنت شفت في حياتي. شوف اخويا شنو هاد الكلام كله راه ما عندي ما ندير به،
راه سمعتو وسمعتو، الا كان شي معقول نبداو به هو الاول. ولكن مريم هذا الكلام كان كيتقال لك غير في التليفون والواتساب، ودابا انا كنقول لك مباشره. شوف انا راه ما جيتش على قبلك الجديده. وعلى قبل من؟ عندنا شي عائله هنا في جديده وكان ضروري خاصني نزورهم. قلت مع راسي علاش ما نضربش عصفورين بحجاره، منها نشوف العائله ومنها نشوفك. احسن ما درتي، حتى انا دابا غنساليك الجديده كلها من برها حتى البحر. واش انت حماقيتي؟ انا راه غير قلت لامي واحد الدريه كانت خدامه معايا زوجات وتحولات هنا الجديده. ايوا الحمد لله، باش حتى احنا ان شاء الله نهار نتزوجوا ما فيها باس مره تزوريها مره تزورك. واش دابا كدوي من نيتك؟ ومالاش فيها؟ واش كتفهم العربيه ولا لا؟ انا راه غير درت سبب باش نجي هنايا ونشوفك. واو، درتي هذا الفيلم الهندي كله غير باش تشوفيني. صافي صافي دابا عفاك، خلينا في المهم وقول لي شنو درتي شنو درتي. واش مازال غير كتسوليني؟ شبيك لبيك، شو عيب بين يديك؟ شوفه، يا غتجيني قود يا غنوض نمشي بحالات. هاتي مالك ما جلسي، حنا راه كنضحكوا معاك واش ما كتعرفيش الضحك؟ شو عيب، راه كنعرف نضحك، راه كنعرف، ولكن راه الضحك في بلاصتو ماشي دابا. الا اللي نطولوه ونقصروه، حنا غنتفقوا دابا نيت هاد الاسبوع لا والاسبوع الثاني ان شاء الله انا والواليد والوالده غادي نجيو نخطبوك. واش بالك؟ دابا البنت كتكون في وراء الشاشه ديالها ولا الولد وراء الشاشه ديال الحاسوب، انه كيشوف واحد البورتري ولا بروفيل ولا بيانات شخصيه معينه، كيشوف فيها الهدف المنشود ولا الضاله المنشوده. اذا كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هاد الجهات؟ كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هاد الموقع؟ نتعاملوا بحذر، نتعاملوا بتروي، اننا هاد الانسان اللي قدامنا من المفروض كاين واحد شي حاجه اللي جلبتنا عند هذا الانسان ولا هذه الانسانه، ولكن خصنا البحث، خصنا اننا نتلاقاو مع هذا الانسان. لان شحال هذه شنو هو الزواج؟ كان لقاء وكان تعارف وكان اكتشاف ومن بعد اخذ قرار ومن بعد زواج. دابا هذا الانسان ولا الانسان تلاقينا في الفيسبوك، نبدا بينا ناخذوا معاه روندي موعد باش نعرفوا واش هاد 93% اللي غائبه عبر الشاشه ديال التعارف الغير لفظي، واش كاينه مثبوته ولقاوها عندك الشخص؟ لان 7% ديال اللفظي لا يمكن ان تكفي لبناء علاقه زوجيه متينه مبنيه على اسس متينه. صافي دازت المده في حلكايه، جا للدار خطبني تزوجنا، مشيت عنده للدار في حلكايه مدة شي شهرين في حلكايا، قال لي راه جا وقف عليا واحد السيد. بلاتي؟ نعم. جا خطبك؟ نعم اختي. كيفاش مشيتي عنده للدار؟ تزوجتو؟ تزوجنا. اه على سنة الله ورسوله. تكاتب بالعقد عند العدول، بالعقد بكل شيء. نعم. ودرتو عرس؟ درنا عرس خفيف. الأسرة في خبرها على قد حالنا وحالهم. تجمعوا في العائلات، العائلة ديالنا والعائلة ديالهم. والسعدية. نعم. تيش غنقول لك؟ هاد مريم طلعت بنت الناس، والله الا بنت الله يعمرها دار. عندك الحق، والله ما كتخليني نحط يدي في شي حاجه. وعنتي وانا عارفاني محافظ على الوقت ومسكينا عاد تسمع الاذان، ما نجي فين نجمع النوضه. عمي هل ما سخون باش تتوضا؟ جابها لينا الله بحال درهم د الحلال. كاينه شكون من الصباح ما تشكروا فيها ولا حتى شي حد ما حاشا ليا. والتمام اش حرق شطاطك؟ وزعما رانا اللي اختاريت وعرفت اش اختاريت. اش قلتي؟ عاود اش قلتي؟ قالك هو اللي اختار. ها وعرف اش اختار؟ ايه. الله انا خالتي اتاي مشحر، داكشي اللي كيعجبك. وفيني انا عمي الكاس مشحر، داكشي اللي كيعجبك. وانت قلت يا بنت قلت يجيك الخير والربح. واخا خالتي بالحق غنمشي نجيب غير شي حليوات راهم موجودين في الطبسيل. واخا لا والله ما تنوضي، على مال هذاك اش جالس كيدير؟ نوض هز سير جيب طبسيل الحلوى. اش كتبغي نوض تهز؟ الله يمسخك شتي عطي على القوير. لا مزيان تبارك الله بقاش يحشم. هاي أكادي على ما جاب الحلوى. لا غيره
لي كاين شي ما يتقال. اش غنقول لك ابنيتي؟ عرفتي علاش دخلتي لي لقلبي؟ واو الصراحه لا لحقاش ابنيتي طلعتي بنت الناس وما تشرطتي لا في عرس ولا في صداق ولا في حتى شي حاجه. وانت الوالد اللي زيرتي القضيه، اما انا راه كنت غادي ندير لها واحد العرس ولا في الاحلام. باش بالهضره والله ينعل لي ما يحشم. خليني ساكت احسن. امك عندها الحق شويه، شتي الا كان غير العرس راه واخا توكلهم البسطيله بالحمام وتشوي ليهم الغزال يهضروا فيك يهضروا فيك. وقولي لي يا بنتي تبارك الله، والله الا باقا صغيره وكتعرف اش كتقول. عندك الحق بنيتي، ماشي تعطيهم على الغزال، وذبحي ليهم كركدان واعطيه ليهم وشويه وقرضيه وحتى لحمك قطعيه. والهضره الا كان العرس كاينه كاينه شتي كاين. شتي انا العرس ديالي عمي عايجمع راسو عايجمع راسو ويدير شي مشروع يهنيه من دوير الزمان. سمعتي على ودنيك بنيتي؟ بان لي حكيتي لي على الدبره. ايوا اسمع وكون راجل وحيد عليا ديك التفنيه نيت، راك تزوجتي صافي الوالد حلوة. الوالد باقي ترد الهضره نوض قاعد عليا. انتما ديما حاطين عليا الوالد وسال الله يمسخك. بركي يا بنيتي انت بركي تخرج العينين حادك فيه. قلتي 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 والله تتشربي معنا كوزياتي ما تديش عليا. يا بسم الله الله يعملك تضربك جايحه. أخليه واه هاك. بسم الله بسم الله ودي بنتي خوتي ما عندي ما نسالك خوتي كاس اللي كنبغي واعد ياشتي تبارك الله وصل على النبي. بسم الله بسم الله ودي بنتي واخا الحلاوه راها شويه شويه. قلتي 15 يوم ومشيتي عنده للدار. 15 يوم النهار الاول اللي حطيتي رجليك في ديك الدار، احكي لينا هذاك الشيء كيفاش داز واحساسك واشنو شفتي وكيفاش عشتي ذاك النهار الاول. كانوا معايا المره الاولى كلهم مزيانين، حتى هو قال لي لا هو للام ديالو للاب ديالو لا كل شيء. المره الاولى قال لي انا ما غاديش نخدم على اساس تعرفي على الدار ودي عليهم. يعني جالس معاك في الدار جالس معايا حتى يشوف تنولف دارهم وهذا صافي. في الاخر تبين لي بانه اصلا بلاتي هو ديك الساعه كان خدام. لا ما كان خدام لا والو، كان غير كيكذب عليا. شكون تيصرف عليه؟ الام ديالو. الام ديالو هي اللي كتصرف عليه الدار كلها. والسيد يعني عادي ما عنده حتى شي بليا ما عنده غير كيكمي صافي. يعني حتى مصاريفو ديال الكارو خاص تعطيو كتعطيهم الام ديالو. شنو بدا كيتبين لك ديك الساعه باش بديتي كتحسي ب صافي؟ نهار على نهار كيتبين لي الكذوب. الام ديالو كتقول لي لا راه هذه ماشي هي هذيك هذه ما كاينه. وكتقول لك الصراحه. يعني كتقول لي الصراحه. يا السعديه هاي 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 واحد الكلمه كنتي قلتيها جابها لنا الله هاد البنيه بحال درهم الحلال. هالمسمن هالكيك كلشي في وقته. راني ما كنت جاي بانت ليا في الكوزينه العالم الله اش دايره مسكينه. دا وقعت في المسمن. انت مالك يا مال وفاش وقعت؟ الله 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 الله. الله يرضي عليك ابنيتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك ابنيتي. صباح الخير اخالتي. اصبح الزفت هذا. واش الظهر قرب يقدم كتقول لي صباح الخير؟ لا واه خالتي واش كاين شي ظهر كيقدم مع 8 الصباح؟ هاي 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 واجي تشوفوا بنت الناس ولا كترد عليا في الهضره على لا؟ اخالتي اسمحي لي اسمحي لي انا راه ما قصدت حتى شي حاجه، انا بغيت نقول لك وصافي. انت غادا تقولي لي انا الله ينعل لي ما يحشم. واش هذاك وشك ولا كفاك؟ وعلاش علاش اخالتي مالي شنو درت؟ لا ما درتي والو غير نهار وما طال وانت مسرحه لي رجلك انت وهذاك الكيدار. نتوما اش قال لكم راسكم؟ ها سعديه تنح لي الشيطان انت مالك على هاد العصبيه؟ مالك الدريه راه ما دارت والو ولا كاين شي مشكل؟ راه عاد ولدنا هو اللي فنيان هو اللي مسخوط الوالدين راه بردي انت مالك الشيطان؟ وعلى مالي انا دابا اش جالسه كندير؟ انا كنعل فيه ولكن عبرتو عليا سري انا سري بس كنتكم معايا واكلين شاربين ناعسين اويلي
مزيان تبارك الله، على اللي عنده شي ولد وبغى يزوجه يخليه من خلاه الجلال. اويلي يا عباد الله، النهار وما طال هو مسرح ليا رجليه، لا خدمه لا ردمه، وهادشي راه بزاف. ولكن خالتي، واش نتي ما فراسكش راه شعيب كونجي؟ وعلاه لا الكونجي مشهوره وظهوره؟ واخا هو كونجي وانتي مالك؟ انا ايه انتي شكون؟ ما فهمتش. بالله يا بنتي غادي يفهمك، كيبهاقه ما عارفه والو. شتي ولدنا فنيان مسالي بيطالي، لا خدمه لا ردمه، سمعتي؟ وزيد ندخل الكابنيتي في راسك. شتي هذوك فلوس العرس؟ حنا اللي خسرناهم عليه، هادشي اللي عطى الله. نقول لكم الصراحه، انا راه كل نهار كيجي كيطلب من عندي 400 ولا 500 ولا 600 ريال، انا راني عييت. سمعتي؟ وانت يا بنيتي بدينا نتفاهم، وعرفتي يا بنيتي انت راك عييتي ما في هاد الشهوره. حنا على قد عمرو، على قاعد العوام اللي دازت وحنا هازينو راعينا، وهادشي علاش هي شاعله؟ ما تلومياش، هاد العصبيه اللي راكبها راه من هذاك مسخوط الوالدين. وزيدونا بنيتي راك بقيتي فيا، انا الحل الوحيد اللي ننصحك به، سيري قلبي على شي خدمه، ديكور ديال تبارك الله، ودبري على رزيق، وحاولي تعيشي انت وياه بلاتي هي احسن. هادشي اللي غنفيدكم انا صافي. اويلي يا عباد الله، واش هذا هو خيرنا؟ نقريو كاين ونوكلو ونخدمو ونزوجو، وراه هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف. عرفتوا واش غادي يجيكم مليح؟ بالعربيه تعرابت، عطيوني اتساع. واك واك عباد الله، عطيوني اتساع، خرجوا ليا من داري، ما بقيتش بغيتكم. اجي اجي يا بنيتي. امريم الله يهديك، الله يهديك. السعديه أبليا قويتي عليها بزاف، وهي ما دايره حتى حاجه، الله يرضي عليك. قويت أيه؟ واقول رخيت ليهم بزاف. اويلي تيتينيني، واش كلشي من عندهم؟ ورا المرض هذا، المرض. وبلاتي خاصك تعرفي واحد القضيه. شنو هي؟ صبرتي عليهم بزاف، صبرتي على ولدك اللي ما زيرتيهش من الاول، يطلع راجل ها مخليه ضارب ليا الشويكه وداع في الزناقي، هذا هو الحق. أيه زيروا في الاول، وراه قالوا سيدنا الولا زير تصيب ما تسيب. ايه اش كان ايه؟ اش تكنسيتي راسك؟ جابل. لا لا لا، غدا نديك الطبيب، واقيلا طلع لك الطانسيون. بالنسبه لنا في هذه القصه اليوم كنلقاو بان عندها امثالها وهما كثار، هي ان الزوجه في بعض الاحيان كتفاجئ ملي كتمشي عند الزوج ديالها بطبيعه الحال بواحد العائله جديده، لها ثقافتها، لها عاداتها، لها تقاليدها، ولكن ماشي هذا فقط، تقدر تنساهر ديك العادات وتنساهر التقاليد، لكن تتلقى بعض الاحيان كتفاجئ بان السيد ما تيشتغلش بحال القصه ديال اليوم. ما تيشتغلش، السيد كيتسنى هو بدوره اللي خصو يكون رب العائله، واللي هو اللي كيكفل الحقوق والضمانات لهذيك العائله، تتلقى هو كيتسنى الام ديالو تتعطيه الفلوس. بطبيعه الحال كيفاش غيتمنى واحد الحق ديال واحد الزوجه وواحد الابن او ابناء؟ اذا هنا في هذه المساله علاش الا رجعنا للمشرع راه تلقاو دائما تيشير المساله قبل من الزواج خصو يكون داك التعارف، وكل واحد يبحث عن شريكه بشتى الطرق. اذا ملي كتفاجئ السيده بان السيد ما عنده شيء، بطبيعه الحال راه هنا فين تيوقع المشكل اكبر، تتولي تنظر للشخص بان راه بحالو بحالها، هو خص اللي يعطيه وهي خص اللي يعطيها. ما نقدرش نقولها، ولكن هو خص شي واحد اللي تكفل به بطبيعه الحال، هو خصو زوج، ما مشكله. اذا هنا تنلقاو بان راه دائما الانسان خصو قبل ما يختار الشريك ديال الحياه ديالو يبحث عليه من جميع الجوانب. دابا هذا الكذوب هذا اللي زعجك، قلتي لنا ديك الكذبه ديال انه كان مشلل بسببك وهذا، شنو من الكذوب الاخر اللي برصدك يعني اللي زعجك هكذا؟ دازت غير شي شهرين هكا على الزواج ديالنا، قال لي راه جا عندي واحد السيد وقف لي على الفلوس ديالي، غتعطيني شي حاجه من ذهبك نبيعها. انا كان عندي الذهب. شكون اللي شرى لك هو؟ لا الذهب ديالي شري لي والدي. وعارف عندك؟ عارف عندي، دازت فحال هكايا، كانت عندي واحد الخاتم، قال لي هو عطاني البراسلي، قلت لي انا البراسلي شريته لي امي وعاجبها مزيان، عرفتي اش غدير؟ غير خذ الخاتم بيعو.
صافي خدا الخاتم باعو. هي فاش غتقولي الام ديالو ما كانش عليك تعطيه الخاتم، راه دايره لك غير هكاك، راه ما عمرو تشل وما عمرو طرا كاين شي مشكله. يعني الام جاتك هكذا الصراحه، وهذاك الفلوس اللي تكاتبتو بهم نهار الاول واللي عطاك واللي خسر عليك، انا اللي خرجتهم انا بايدي من البوسطه، وهو راه غير كيكذب عليك، ما كاين حتى شي حاجه من الهضره. صافي وما قدرتش انا نواجه بهذا الشيء، حقاش الا واجهته بهذا الشيء هو كي خيب كي نوض كي يعيرني انا، يعير امو حتى امو كيعيرها. مريم انا النهار الاول عرفتك بنت الناس، عافاك لا ما زيدي صبري معايا. المهم احنا واكلين شاربين ناعسين، ما خصنا حتى شي خير. واكلين واكلين على حسابنا، على حساب والديك هو سيدي، راه هذا هو الدل بعينيه. وانتي مالك؟ خليني لالا انا معاهم في المشاكل. سيدي الله يجيبك على خير، شتي امك راه بحال الميزان، نهار معايا مشعله ونهار معايا مهبطه. وزيدون راه ديك المره سولاتني قالت لي فين تعرفتي على شعيب؟ قلت لها من الفيسبوك. هي تقول لي واش ديبوك ازواج الفيسبوك وما يدير ما ديش عليها، الوالده هذيك وانا اللي عارفها. ما عندك ما تعرف فيها، كلامها كله على حق. وملي جيتي على الحق باش كتحلي معايا واحد المشكل. شمن بلان دبرتي عليه؟ كاين بلان الاول غير واحد السيد كان سلفني شي فلوس باش كنت خطبتك درتي ديك الخطبه. وانا مالي؟ كيفاش وانتي مالك؟ واش بغي راجلك العزيز فيه ما يخرج نتلاقى معاه؟ والله يتفرع عليا راسي. وانا اش بغيتيني ندير لك؟ والو غير داك البراسلي ديالك ديال الذهب بغيتك تعطيها ليا، نديها نبيعها وفلوسها نخلصو به ونتهنانا. لا 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 ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ علاش داك البراسلي راه شاريها ليا امي وعزيزه عليا. عزيزه عليك ياك؟ اه. ودابا هذاك الخاتم اللي في يدك هو عز مني انا. عافاك عافاك عاونيني ومع المده والله تنغرقك ذهب ان شاء الله. دابا تشوفي. والمهم حتى البراسلي لا، داك البراسلي راه عزيزه عليا. ياك غندير المهم انت شوف غنعطيك هاد الخاتم بيعو قديم. ياك كبرتي فيا براسلي ياك؟ دابا انا كبرتي فيا براسلي. هاري داك الخاتم يا لطيف تو على بشار فيش خير. شفتي شفتي الفيسبوك اش درتي؟ شبكتيها وفلتي. في غالب الاحيان تلقاو البنت تختار اختيارات ديالها الشخصي بغض النظر على الذكور اللي معاها في العائله، سواء الاب او العم او الخال او الاخوان، ما تاخذش الاستشاره ديالهم لانهما اعرف بحق الرجال منها هي تتمشي. ولكن ملي تدخل عند الزوج ديالها تتفاجئ، ملي تتفاجئ تلقاه هو تيطلب منها الا عندها كاع شي حويجه في بعض الاحيان وتنسمعوا هذا الكلام. عندها واحد الهاتف تتبيعه، عندها خاتم تتبيعو، عندها ساعة اللي عندها واحد القيمة تتبيعو، درت داك الأورديناتور اللي كانت تهضر معاه فيه داك الحاسوب تيبيعو لها، ولا ما بغات شيء تتعرض للضرب. والعياذ بالله في بعض الأحيان تلقى بعد شي واحد تلتجأ لواحد الأمور خبيثة جدا، تيخرج الزوجة ديالو وتيقول لها سيري اشتغلي، ولكن ماشي تيعني به الشغل العادي اللي تنعرفو عنه، تيشغلها في اللي كان، خاصها غير تدخل في المساء وتجي معاها المادة باش تعطي له هو وانا يبدو طول اليوم. اذا هنا تنقول دائما نصيحتي لجميع الزيجات قبل ما يقدموا على الزواج يحاولوا ما امكن يعرفوا المسائل كاملة على الزوج اللي هما مشاو لعنده، ويعرفوا بان الزوج قادر يحمل العبء ديال ديك الاسرة ويعاون ديك السيدة اللي يجي عنده من بيت اخر، وما تمشيش عنده تتكون واحد المشورة ديال الرجال اللي عندها في البيت سواء من اخوان او الاب او الاخوال او الاعمام او غير ذلك. اول مره هكا تصرف معك التصرف اللي قلتي انت خايب، يعني اول مره من بعد الزواج؟ انا واخا صراحه واخا يعني انه يعني بعت الذهب على قبله، وماشي هذه هي اول مره غادي نبيعه على قبله، دازت مره اخرى عاوتاني. انت غادي تحكي لنا يعني شنو وقع من بعد، ولكن اول مره جرأ وكيف ما قلتي عيرك وتصرف معك يعني عنفك، لانك انت يعني تحت التعنف تم العنف. اول مره تصرف معك بحال هكذا من بعد الزواج شحال كان داز الوقت على الزواج؟ تقريبا غير دابا هذه شي مده شي شهرين اللي ولا كيضربني.
ماشي من الاول يعني؟ لا ماشي من الاول، لا ما عمرو ضربني، عمرو ما عيني اللي كيضربني، واغلبيه في رمضان. تخيلي كيديرني تحت منه وكيبقى يعطيني يعطيني حتى كتجي غير امو هي اللي كتهبط كتحيدني من تحت من يدي ولا من تحت رجلي. حنا غادي نوصلوا لهاد النقطه هادي، ولكن حنا قبل بغينا نمشيو معاك دقه دقه هكذا في الاول. عطيتي انت داك الخاتم باعو؟ عطيته لي باع. قال لك رد للسيد الفلوس؟ شنو وقع من بعد؟ قال لي راه عطيت للسيد هذاك غير جزء من هذيك الفلوس، راه انا ما عطيتوش كلشي، مع المده غنعاود نعطيه عاوتاني. صافي. قلت لك علاش هذوك الفلوس كنسلفهم ولا ديالاش؟ قال لي هما الفلوس اللي انا عطيتك باش غادي نتزوج بيك. هي فاش الام ديال قالت لك لا؟ قالت لي لا، قالت لي راه انا اللي عطيت كلشي والفلوس مشيت انا جبتهم. قالت لي شوف رايك شنو دارت دوك الفلوس؟ بايدي ما عرفتش، قسما بالله ما عرفتش. اش انت؟ اش قال لك داك الراس ديالك؟ مالنا ياك ودي لاباس؟ علاش مشيتي فضحتيني مع امي وقلتي لها راني عطيتو الخاتم داه باعو باش يخلص الدين ديال العرس؟ شتي انت بنتي على حقيقتك، امك هي اللي دارت كلشي، انت ما كنتي خدام ما كنتي ردام، ضحكتي وكذبتي عليا ياك مريم؟ داه فراسك وداه في جهه دارك ولا معايا انا؟ ما غيعجبك حال. اش من حال كتهضر عليها؟ اش من حال كتهضر عليها؟ هيشتيني في الاحلام، هيشتيني في الاحلام، حتى لقيت راسي مزوجه بواحد الا بغيت نمشي غير للحمام، الا بغيت نمشي غير للحمام عباد الله. والاخر خاصني ناخذ الفلوس من عند امو، ادوي ادوي ولد امو. اي 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 وليتي كتعيري فيا، تحلك الفم ياك، تحلك الفم. انا غادي نتغدى قبل ما تعشي بيا. اجي هنا. ملي كتخاصموا بحال هكذا وكتنوض هاد الهيلاله كامله، شنو كيوقع من بعد؟ كتصالحوا ولا شنو كدير؟ انا فحال هكا ملي كنتخاصموا فحال هكايا كندخل عندي بيتي، كندخل بيتي كنسد عليا صافي، ما كنبقاش نطلع عندهم ولا هذا صافي. شحال المده وحملتي بوليدك؟ المده تقريبا شي عام وحملت بالولد. حملتي به؟ دونك دوزتي هذيك الفتره كلها ديال الحمل بمشاكل؟ بالمشاكل. يعني شحال المده اللي دوزتيها مهنيه في هذه الفترة هذه كاملة ديال الحمل وديال الولادة؟ تقريبا غير العام الأول اللي دوزته مهنية. من بعد صافي، من بعد صافي مشاكل. مشاكل صداع. نوض يا لالا، نوض نوض، ما بقى لا وقت الناس لا والو، غير طيبي لي الفطور. بشوية حشومة على قفلتي. تاش من بشوية تاش شي راسك حاملة بقيتي باغا طيبي لي الفطور لا والو، نموت بالجوع أنا. حشومة عليك. يلا 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 دابا دابا غير طيبي لي الفطور. يا ربي يا ربي شوف من حالي، يا ربي يا ربي شوف من حالي يا ربي. ولدت الوليد؟ عاودي لي على الفتره فاش ولدتي. الفتره صافي حملت بالدري، فاش قلت لك عيطوا رجعت لعندو في دارنا ورجعت لعندو صافي. دازت المده فحال هكايا ومشيت ولدت عادي في السبيطار. كنتي عندهم في الدار؟ كنت عندهم في الدار، هو اللي داني السبيطار نيت هو الام ديالو، ولات خرجوني فحال هكا من السبيطار. دازت المده صافي عادي، ولاده عاديه. يلاه صح مالك يا بنتي؟
واش عندك انت؟ باش كتحسي؟ عمي كنحس براسي هادي. واش شعرك هذا؟ يا عمي الله 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 الله. هاب شويه عليك بنيتي، هاب شويه. اوك ربي شوف، هاب شويه ربي. صافي صافي، لا حول ولا قوه الا بالله. وسع ليا وسع ليا. مشكله هادي. شوفي بنتي، خليها تحول جهه، سيري كملي غير هادي، كملي هادي. شوفي الله 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 الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مريم ومريم مريم و يا ربي شوف، وسع ليا السعديه وليده، وسع وتيش هاد لومبيرا راه انت غتولد. اجي وليدي دغيا، زيد يا ربي. كيفاش مالها؟ نتوما اللي خصكم تعرفوا مالها. واقيلا على شهرها شهرها. عيط با عيط با عيط عيط عيط، شي واحد يجي يدينا. صبري صبري صبري، هز هز معايا. شكون بقى عاقل كاع تبع؟ علاش كيعيطوا؟ والله ما يتعرفوا. شتي شوف، غنعيط على جارنا. وعيط لي امي، عيط لي. يلا يلا يلا، انا مشيت. لا حول ولا قوه الا بالله. بيتكم شي، صبري شويه، صبري صبري. وا عقدي راسك وصبري. زيد 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 شويه. يعني احكي لينا هكذا السبوع شنو درتوش؟ الام ديالو فرحات؟ الام ديالو من طبيعه الحال غتفرح، فرحات فرحات بالدري، فرحات بالدري وكلشي. ما درنا لا سبوع لا حتى شي حاجه. وعلى سلامتك بنيتي. الله يسلمك امي، ماشي الله يسلمك. واش غتسميهم؟ انت بلاتي زاربه بسميه. تسولي النهار لي كانت باركانه مسكينه كتحدد. عرفتي وجهها صفار، انا تخلعت وليت نايت. واش سعديه واش سعديه وكسرت الدنيا الاخرى بجارتي سقط الخبار. هو طوحيت اخوتي جديليو. انت الله يهديك، كيفاش هاد الهضره؟ الله يسمح لينا من الوالدين. هي هادي كاينه والله الا لا 9 شهور وما يتوجعوا. الله يسمح، الله يسمح لينا منهم. الله يسمح لينا بالوالدين. وين تسبوع؟ سولتي على السميه؟ سولتي على السبوع؟ وهاد السبوع ما قدكش. هاتي تبارك الله الخير. بلاتي بلاتي، قالت لك متى السبوع نسيبتك. هيا كتسمع جاوب وتنهد ليا كي الطور. ايوا يصاوب الله. سمي سمي، شدي شدي قولي بسم الله. شدي شدي، سمي سمي سمي، شتي شحال زويون. سمي 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 الله. شوفي الحمد لله اللي تفكات بنتكم بالسلامة. هذاك هو، راه هذا هو المهم. ياه يلا كبي اتاي. والاول مرحبا. وزغرتي الزغرات تعرفي تي اسبوع على لا تي زغرتي ما تعرفيش. زغرتي حنيتي مات. وكيفاش قال لك سيري لداركم؟ راه ما كاينش. صافي قال لي سيري غتمشي لداركم غدوزي المده ديال رمضان. انت خديتي نسالها كي جاك هادشي؟ رمضان مصروف لان نورمالمون هو الزوج ديالك. يعني بجوج ملاقين على الحلوه على المره. الا كان راه كاين لكم جوج ما كانش راه لكم بجوج. يعني كيفاش قال لك سيري؟ وفكرت هكا وقلتها لي، قلت لي انا نبرك معك ماشي مشكله. يعني واخا يعني بلا رمضان وكنا كنصومو بلا رمضان، ماشي كنصومو لا كنصومو لحقاش ما عندنا ما ناكلو. صافي فحال هكا هي بالك، فحال هكا كنشوف انايا في ولدي ما عنده لا ليكوش ما عنده لا حليب لا حتى شي حاجه. يعني اشنو غادي ياكل؟ صافي شفت شفت فحال هكا هي، قلت لي صافي واخا. قال لي غنمشي غنشوفك واحد السيد صاحبي غادي يسلفني 100 درهم غنعطيها لك باش تركبي غتمشي لداركم. دازت فحال هكا شي تقريبا شي سيمانه ما لقاش حتى هذيك 100 درهم، ولا كيقلب غير على 50 درهم غنوصل غير المحطه ونقول شي واحد يجي يدينا من دارنا. حتى هذيك 50 درهم ما لقاهاش. شعيب شعيب، بغيت نطلبك واحد طليبة. ايك لاباس اش باغا؟ راك عارف، راك عارف الدري غادي وكيكبر وانت راه باقي ما قيدتيهش بالحالة المدنية. لأن ماني لا ناكرو، هذا راه ولدي من لحمي ودمي. ها ايوا سيدي، ملي ولدك ومن لحمك ومن دمك قيدو، اش كتسنى؟ كنتسنى الفلوس، الفلوس. انا راه جيبي ما فيه حتى شي ريال، وزيدوا ناري ليا نمشيو نقيدو. تق الله تق الله شعيب، واش انت ذهبي كله بعتيه وزدت سلفت لك من عند امي وسطتي فيه؟ انا منين بغيتيني نجيب لك هذا الريال؟ منين منين انا ومنين انت يا وي؟ جيوب شعيب خاوي ما قلت عيب. حرام عليك
حرام عليك، نوض خدم، نوض خدم ودمر وعرف بحق الريان. شوف ليش كتحلي فمك او تاني ما توحشي لا صافي، شحال ما كلتيها كان كل حم فيها. اللي سمع هاد الصداع كامل واللي سمع هاد الخصومه كامله وهاد الحاله كلها غيقولها كنطالبك بشي حاجه. وانا باش كنطالبك اشعيبه؟ باش كنطالبك ابسط حقوقي، ما كلتي لباسي حليب الدري وليكوش. علاش هادشي كله؟ علاش؟ على باش تقيد الدري في الحاله المدنيه. عرفتي اش غديري يا مريم؟ رمضان ما بقى ليه والو، غادي تجمعي شطيطك وغتمشي دوزي عند امك. انا راه ما عندي ما نوكلك والو. شعيب انا راني صابره معاك على الحلوه وعلى الحاره، اخليني معاك. تيش من حلوه؟ تا انا فين امرني اش معاك الحلوه؟ من نهار عرفتك وانا كنشوفها الحاره 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 الحاره. ياك سيدي عندك الحق، عندك الحق. رضينا بالدل والدل المرضى بينا. شوف لي شي 100 درهم باش نركب. 100 درهم كان عندي منها غير 50 درهم. والله ما تشوفيني مريح معاك انا، لكن بالحق عادي لختك امك يصيفطوا لك راه 2000 ديما كيديباني وكمالك. احياني الله يخطيهم عليا يا ربي. حقا وعدك تنسيه غير يصيفطوا لك، وما تنسيش راجلك العزيز تفكريني وديبانيني. وباص باص ضيت شي نهار غطرطق فيا شي عرض. اش هي بلا رجعه؟ او شطابه تال قلبها اللي كيخلق واحد الوليد بين الزوجين وكتكون العلاقه الشرعيه سليمه بعقد زواج حسب الماده 16 لانه هو اللي كيثبت الزوجيه بين الزوجين. اشنو تيوقع؟ من حق الزوج او الزوجه بطريقه بسيطه جدا تمشي للمقاطعه اللي ساكن فيها قبل. كانت واحد المساله واحده اخرى كانت صعيبه جدا، كيمشي الزوج للجهه اللي كان مخلوق فيها. الان لا، الجهه اللي ساكن فيها بطبيعه الحال كيمشي يفتح كناش الحاله المدنيه وكيسجل الابن ديالو كما قلنا داخل 30 يوم بدون مشاكل. اللي كيطلبوا لهم واحد نسخه كامله من ميلاد الزوجه ونسخه كامله من ميلاد الزوج، وهذاك الحق ديال الزواج اللي كيربط العلاقه الزوجيه بينهما بصفه قانونيه. بالنسبه للسيده هذه بطبيعه الحال ما سجلاتوش لان يمكن ما كانتش عارفه هذه المده ديال الشهر. فيما بعد الى فات المده ديال الشهر شنو تيوقع؟ ماشي صعيب، تيديروا واحد عندهم العقد الزواج، تيديروا واحد المقال مرفوع الى محكمه الاسره، والقاضي المكلف بذلك ملي تيثبت العلاقه الزوجيه بيناتهم حسب هذاك العقد اللي قدامهم بطبيعه الحال كيعطيهم واحد الحكم. السيد ضابط الحاله المدنيه ملي كتفوق 30 يوم تيطلب هي ذاك الحكم بوحدو بالاضافه لعقد الزواج، وكيدير ليهم بطبيعه الحال تسجيل الابن فكان نيش اللي عنده اللي كنسموهم حنا ذاك كنعيطوا له الكروج، كنعيطوا اللي كناخذوا النسخه كامله ويسجلوا كذلك في هذاك الكناج ديال الحاله المدنيه اللي كانوا كيتوفروا عليه. والديك ديك الساعه حكيتي لهم ولا لا؟ مازال ما حكيت لهم ما حتى شي حاجه. لا غير قالوا لي غير بغاو يتهلاو فيهم، اصلا فين ما كنجي عندهم كيعطيوني حقاش عار. واخا يعني واخا ما تعرفيش الام ديالك راه ضروري غتحس بيك ضروري. ايه رجعتي دابا الوليد. انا واحد النقطه اللي على اساسها بغينا نتكلموا معك اليوم هو قيتي في الحاله المدنيه؟ لا باقي ما عندوش حاله مدنيه. وعلاش؟ هي نورمالمون هاد الاجراءات هادي كدوز في هذيك الايام ديال الولاده. كدوز في الايام الاولى ولكن الماديات ما كاينينش، ما عندوش الماديات ما كاينينش. هادشي ما كيطلبش شي ماديات اللي هي كثيره، يعني اول حاجه والاعتراف بالوليدات الصغار من طبيعه الحال. شنو وقع مع هاد السيد هذا؟ شنو كيقولك ما عنديش الفلوس؟ وفعلا انا كنشوف بعيني راه ما كاينينش فلوس. بعد المرات راه حتى الخبزه هي الاخرى ما كنلقاوش باش نشريوها. احياني بنيتي انا من النهار الاول ما حملته ما قبلته، وهذا الشيء اللي كتابه مهمتي انت اللي درتيها بيديك على جواز الفيسبوك. اش كتسني منه؟ خليني نضربوك. واش غنقول لك امي؟ انا راني كنت غالطه، كنت غالطه وما كنتش عارفه غير هذا. هو الغلطه بنتي، جيلكم داها عارف الشاط وما شاط وفي الفيسبوك ونسى المهم. المهم بحال اش
ورا الجواجة بنتي هذا ماشي اللعب. خاصك تعرفي الراجل والصابر واش قاد، ماشي غير جي وقول جواج. الراجل اللي ما يشمرش على دراعه ويجيب قوته بالحلال ما كيتسماش راجل. علا الدعوة عفا وقف في الدروبة وتسرح الرجلين وقابلين هادي غادة وهادي جاية، هذا هو الزواج. وما كاين باس امي، كاع اللي دازت على الراس الجريبه. جريبه هدرت جريبه فاشله بنتي، راه خرج فيها الدري والمصيبه ما مقيدوش حتى تحل المدنيه. ولكن امي راه ما ناكروش، راه انا اللي كنت كنشوف كلشي. الريال هو الاخر ما كانش كيدور في جيبه، باش كان غيقيدو؟ ويلي ومازال كدافعي عليه. وما رحتش شحال من مره خبزه هي الاخر ما كناش كنلقاو باش نشريوها. وقولي على غدا تبغى تفخصني هذه، والقارو عدو باش يشريه. ها ويلي على غدا يدي، ويلي على غدا يدي، ويلي على فقيسي. ويلي صافي يا امي، ويلي صافي. هادشي اللي عطى الله مهم، هادشي اللي عطى الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا حنا غنشوفوا مع هاد الدري والمصيبه الكبيره ما كي غنديروا في هاد الاوراق ديال الحل المدنيه. ما مسجلوش حتى تسجال، كي غنديروا معاهم؟ كي غنديروا؟ اقول لك كي غنديروا. شي الفيسبوك اش كيدير؟ شي الفيس اش كيجيب؟ كيجيب دري بالاوراق. صافي امي صافي صافي. قطعتي لي قلبي انا، قهرتيني يا بنيتي، قهرتيني يا بنتي، قهرتيني. صافي بنيتي صافي صافي. دابا اللي عطى الله عطى صافي. دابا نشوفوا هاد الوراق كيفاش كيطلعوا، واش من اجراءات خصنا نبداو، ومنين غنبدا بعدا، منين غنبدا. ما كيسولش ولدو، عمرو ما اتصل. مازال انا اتصلت بامو وقلت ليها على حساب الوراق، قلت ليها الدري خاصو دار الحاله المدنيه هذا. شو صافي قالت لي؟ هو قالت لي خرج من الدار ما كاينش، ما عرفناش فين مشى. قالت لي مده دابا 4 ايام خرج، وانا عيطت على نهار العيد، عيد الفطر. قلت يا ما عرفتش واش اصلا فين مشى. كي دايره خالتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله على كل حال، ما عندناش ما خصناش. وانت عمي كي داير؟ بخير. اش نقول لك يا بنيتي، الله الله حمدنا الله وشكرنا. يا بنيتي لك انا هذا الزمان اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره، هذا ما كان. والله يحفظكم. آمين. الله يحفظكم ويعطيكم صحيحتكم يا رب. آمين يا ربي. آمين بنيتي مريم. اش غنقول لك بنيتي، هاد الشهور اللي دوزتي معانا تبارك الله ما فيك تعيب. الله يرضى عليك بنيتي، ولدنا ولدنا اللي في يدي فوق. انا اسالي انا داك الجلسه انا ما عرفتوش من خرج ولم من خرج. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. والله يهديه. امين. الله يهديه يا ربي. امين. انا راه اتصلت بخالتي على قبل الوراق ديال الحاله المدنيه، وراه هي اللي قالت لي نجي لعندكم. هي بنيتي هي كلامك صحيح. اش غادي نقول لك بنتي، ولدك وقف عليا في المنام وقال لي انا ما نسمحش لكم لا في الدنيا ولا في الاخره. وضربني الفيقه يا بنيتي وتقول لي كنغزل. واش غادي نقول لك بنتي، وانا كنت ناوي نصايب لكم الورق ديال الحاله المدنيه، ولكن وعلاش ياك شي باس ما كاين؟ لا بنتي شي باس ما كاين. جمعت الفلوس بغات تعطيه يصوب الحاله المدنيه، واني الله غالب. فهمت والو؟ شنو وقع هذاك الكنسه بنيتي؟ 4 ايام هادي هو غابر، ما خلينا فين سولنا عليه، والو ما باليش لاطر. وزيدونا بنيتي اللي سقع سقع متجمعات الفلوس بغات تعطيه على والو، تناقشت معاه هز عليا بوادرو بشويكتو حتى هو، قال لك والله لا بقيت لكم في الدار، جمع الشانطو ما عرفنا فين زاد، غبر تقولي الارض بلعاتو. والله ما سولنا كاع الفاميلا ما عرفناش ابنيتي فين مشى.
والله يسمعكم خبر الخير. آمين. الله يسمعكم خبر الخير. آمين. أنا راني عارفة بحق الكبدة، راني ولدت وجربت. أحيان يا بنيتي، أحيان يا بنيتي على وليدات اليوم. شتي واخا تشدي كبدتك، شتي كبدتك تشديها وتقطعيها وتلوحيها اليوم طراف، والله لا عقلو عليك. واخا هكاك شي باس ما كاينه السعديه، كيما كان الحال باقي الخير. باقي 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 الخير ان شاء الله، باقي وليدات اليوم ان شاء الله. لي هاد الساعه وعافاكم الا بان عيطوا لي. باقي الحال ماشي باقي الحال. لا بنيتي ما شربتي معنا كاس ديال اتاي، ما ريحتي، ما شبعنا منك ابنيتي. والوليد ديالك فينا هو؟ ما شفناش. ورا على قبلو باغي نمشي، خليته بوحدو مع امي في الدار. كان عليك كون جبتيك ورا جلستي معنا شويه. وما كاين باس، ما كاين باس اخالتي، وا خليتكم هاد الساعه. الله يرضي عليك ابنيتي، الله يرضي عليك. بسلامه بنيتي. بسلام. سلمي على الوالده ورجعي مره اخرى بنيتي. يا الله الله يرضي عليك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سمعيني مزيان، احنا اللي درنا لافوت، ما هو في الحقيقه يا عباد الله ياك ولدنا، كبرنا، داروا ليه كتاب، ملي بغى يتزوج برا الباب لحدك. اش بغينا عندو؟ اش بغى عندنا؟ حتى اللي بغينا كاع نروفوا عليه بشي حاجه نعطيوها ليه، وما يجيش يدير لنا الزازه والسكاندال هنا. عندك الصح، حنا اللي غلطنا، حنا اللي دسرنا، وبالاخص انا اللي دسرت. وانا انت لا ماشي عاد دسرتي. وصي كل واحد حبابك وجيرانك على اللي زوج شي واحد يمشي يدير دارو. بصح ما كاين لا شي يبقى حنا على كبرنا ومرضنا هالطنسون وهالصداع على وين الكحل ويزيد يفقطنا. اش باقي لينا في عمرنا؟ ها؟ عيديو لينا في الصداع. يا لطيف يا لطيف. والله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم لها، لا يمحن والديهم. امين امين. الحالة ديالنا دابا كانت عندها خيبة أمل، رجعت. واش غترجع بتأديب الضمير؟ ما رجعتش سليمة، رجعت معطوبة نفسيا، معطوبة جسديا. دابا واش هاد السيدة هاد الحالة هادي غنخليوها بوحديتها تعيش تخبط في هاد المحنة؟ لا، خصها مواكبة، خصها مرافقة بعدا ديال الوالدين ديالها، لأنهم خصهم يعرفوا ويتأكدوا ويوعوا بأن عندهم نصيب من المسؤولية. هاد الوالدين اللي خصهم يراعيوها، خصهم يهتموا بها، وخصهم يحاولوا يسمعوا لها، لأن الاستماع النشيط اللي خصنا نسمعوا لولادنا، نسمعوا لهم في أي مرحلة من المراحل العمرية، محتاجين للاستماع، محتاجين للاحتضان، محتاجين للحب، محتاجين للرعاية، ومحتاجين للاهتمام. والدين، وكاين تاني مواكبة نفسية من طرف أخصائي. هناك أخصائي نفسانيين، معالجين نفسانيين، كاين هنالك مدربين معتمدين في التنمية الذاتية اللي يمكن لهم يوقفوها ويمشيو يقلبوا مع الحلول، لأن دابا هي في مشكلة. واش غنبقاو نعيشوا في المشكلة حتى الواحد كيطفى وكيدبال وكيموت؟ لا، خصو يوقف، خصو يشوف القدام، وخصو يزيد الأمل. الصراحة يعني باش ما نخبيش عليك، والمشاهدين غادي يكونوا شافوا هذه الفكرة معنا، الموضوع في الأول تيبان لنا في شكل، ولكن منين تتحكي على التفاصيل اليوميه فكيبان لينا متشعب بزاف، كاينه بزاف ديال الامور اللي خصها تعاود تقاد في بلاصتها. انت اساسا المطلب ديالك شنو هو؟ شنو كتمنى؟ انا اللي كنتمنى دابا غير ولادي يتحطوا في حاله مدنيه، تكون عندهم حاله مدنيه، وكنتمنى ابن السيد انطلق منه. كلمه اخيره لهذا الزوج هذا والاسره ديالو. نقول ليه الله يهديك، الله يهديك على نفسك، والله يهديك على ولادك. هذا ما نقول ليه انايا، صافي هادشي ما نقول ليه. اما انا ما طالبه منه حتى شي حاجه، وقلت لي وانا باقا عنده، قلت لي غير تصوب لي حل مدني لولادك. انا ما باغا منك لا نفقه لا حتى شي حاجه، انا راه ولادي راه غادي نهزهم باش ما قسم الله. هاد الحكايه مشاهدينا هي وحده من بزاف تتخلينا نوعاو بانه كاينين جوج ديال الاعداء ديال المجتمع اللي هما الجهل والفقر. غادي نتلاقاو الاسبوع المقبل مشاهدينا بحكايه جديده وعبره جديده. ومع الناس عشنا حكايات، يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة، خلي لي ايام نسينا اللي فات.